جريده ما عادش تتباع بس ما فضلين نجموا نقراو دونك كانوا من الاول مرجوعين اما سي فوق نتقدموا فهم صح. في الحقيقه احنا ديما نعتبر انه شريكنا اقتصادات تونس شريك عنده بارتنر وعنده استراتيجي على هذاك اول ما بادرنا بطبيعه الاتفاقيه هذه ونعتقد اليوم انه بانضمام جميع مديري الصحف وايضا زملائنا في الاتصال فهذا باش يمكن ايضا زملاء صحفيون يعني ربما التواصل مع مصادر الخبر بشكل وبشكل يسير يعني ونتمنى ايضا انه نفكر مستقبلا ربما باشكال افضل خاصه بالنسبه للموضوع على الانترنت وشبه الانترنت.